شلونك يمه؟ طيبة، منين جاي؟ من تدريب. وش مسوي؟ شنو رايح للتدريب؟ راح اتدرب. وشنو؟ انت ما شاء الله عليك ما تستاهل، ما تحتاج شيء، كل شيء جسمي زين يعني؟ جسمك تهبل ما شاء الله. يمه جسمي زين؟ جسمك ايه؟ جسمي زين، انا عشان اتدرب. يمه تسمعين زين تقولين هذا، يقول شنو ما تاكل كل. لا بس ما شاء الله زين، خلاص يجي التدريب، وقف على. يا لو وقفت التدريب، جسمي ما يصير زين. انا جسمي زين علشان انا اتدرب زين، يقول لا تاكل اكل صحي ولا تسوي رجيم لان جسمك زين. انا جسمي زين عشان اسوي رجيم. تبي تصير جسمك زين لابد تدريب واكل صحي. والله تسوي الاكل زين بس التدريب كل يوم؟ لا لا لا، لازم تدريب كل يوم، لازم تدريب كل يوم، لازم يعني اريح يوم يومين الباقي اتدرب. وصلت الصوره يا امه؟ لازم تدربين، حتى انت لازم تدربين. الله يستر عليك ويفتح يسلمك. امه الحين لك 4-5 ساعات ما تحركتي، وهذا خطا، وهذا خطا، لازم تمرنين. انا الحين بسوي استمرار يمه مع الكوره، وانا جالس على الكرسي اقدر اتدرب، حتى بدون كوره تقدر تدربين. تبي تشوفين التدريبات وطبقينها؟ ايه. يلا شوف التمرين الاول. ايه. هالطريقه الكوره، الف يمين ويسار، يمين ويسار، بس اسوي الحركه هذه 20 ثانيه، والتمرين الثاني فوق تحت. هالتمرين يمه تحرك كل جسمك، التمرين هذه سوي بس 3 جلسات، وكل جلسة سوينا 20 عدة. والكلام مو لأمك بس، لكل كبير سن، أب وأم، انصحوهم يا عيال يتحركون، خصوصا اللي ياخذون علاجات لازم يدربون، حتى في البيت يدربون.